مش عايزين نخش احنا مش عايزين نخش يا جماعه احنا مش هنخش شاهدين تباب وكبير ميجا في كل مكان زي ما حضرتكم شايفين. يعني هنا أسرة ضاضة، هنا في المقابر طبعا لتوزيع على أروح زي ما حضرتكم شايفين. وأن يرزق كل أم الواحد إن لله وإنا شباب.
لا لا خلود قدامنا كده ما ينفعش كده ما ينفعش كده ما ينفعش يعني زي ما حضرتك الشركات بيجهزوا البعض قريب ماشي هعمل اوديها فين قول لي كده اوديها فين لازم اعلم الناس دي اللي بيقولوا عليك تصوير على التنور كان اسمه الظهر ده جنرال في البيت من التصوير عشان انا مش عارف لو جاي ليه يا عم ما الناس قاعده اهي على نفسك يا عم تخش 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 فين واحد اسمه
معانا في الكادر يا مدرس، معانا في الكادر انت كده. طب يعني ينفع يا جدعان اللي حاضر الدور في ده ينفع يعني يا استاذه ولا استاذ ده مين؟ لا ما انتوا كده يا جدعان، انا يا جدعان احنا ما عندناش كادر كده يا جماعه. طب ما نقف ورا زي ما كنا بنقول يعني. الله اكبر. خش فين يعني؟ خش فين انت؟ مش خش فين. طب اقعدوا بقى يا جدعان. هاني 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 تعالى. شمشور شمشور الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا جديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض
تألق لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال